فرناندز وتورام وسابيولا. الخمسه المسموح تسجيلهم هنا ليو ميسي يتقدم ويتخلص من اثنين يقودهم لبرشلونه. ما طالت ما طالت ما طالت وص... اوه اوه يا سلام يا سلام يا سلام يا ميسي يا سلام يا ميسي يا سلام. انطلاقه صاروخيه تاتي من ليو ميسي وتعجب الجميع. الرجال والسيدات والكل يقف اجلالا واحتراما. يا سلام يا ما طالت ما طالت على الاطلاق ما طالت على الاطلاق. الكل يقف اجلالا واحتراما وتشجيعا الان ليو ميسي. عطني اياها عطني اياها عطني اياها بسرعه لان اللقطه جميله اللعبه جميله المرور جميل. لكن راح نلاحظ لحظه كره تشافي ميسي. هذا واحد هذا واحد هذا الثاني. لحظه الكره وين الكره وين. ما طالت ما طالت ما طالت على الاطلاق التقدم. هذا الثالث هذا الرابع. حارس المرمى وين هو حارس المرمى يتخلص من حارس المرمى. وهدف خرافي لليو ميسي هدف خرافي لليو ميسي. لاحظ الكرة وين الانطلاقة وين الانطلاقة والمرور من الجميع بهذا الشكل. انه ارجنتيني انه ارجنتيني يأتي بهدف من الاهداف الاعجازية اللي يأتي مثلا فيها ارجنتيني كبير اللي هو دييغو ارماندو مارادونا. ليو ميسي يفعل بهذا الشكل اليوم. ليو ميسي يقدم لنا هدف من اجمل الاهداف في 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 كرة القدم الإسبانية. يعني لاحظ الفرحة.